السلام عليكم. إن شاء الله راح ناخذكم الكورس الثاني بمختبر الكلينيكال فارماسي. ومثل ما نتذكر كنا بالكورس الأول نحكي عن الكوميونيتي فارماسي والاو تي سي ميديكيشن. هالكورس إن شاء الله راح نبلش نركز على البريسكريبشن اونلي ميديكيشن. حقيقة احنا prescription only medication يعني نحتاج الى وصفة طبيب وحتى تجينا الوصفة ونصرف العلاج. The pharmacist role nowadays change from just dispenser to other role اللي هو counseling, providing patient care. هذا اللي حقيقة راح نركز عنه خلال هالكورس. وهذا يتطلب من الفارماسيست a good communication مو بس ويا البيشنت وانما ويا الفيزيشن اذا اكو فد مشكله حتى يرجع يصلحها ويا الطبيب. الكوميونيكيشن ويا الفيزيشن حقيقه دائما هو اكو عندنا فد مشكله because there is something wrong or problem need to be resolved. هذا حقيقة أغلب الأحيان هو اللي نحتاج أنه نتصل بالطبيب إذا جتنا وصفة من عنده. Because these calls often begin with a problem. إحنا راح نتصل به لأن عندنا شغلة مشكلة بالوصفة أو يعني أي مشكلة أخرى. Then this will start يعني الcommunication will start often in a negative way. This will trigger defensiveness in the physician. طبعا هذه اللي يحتاج لها الفارماسيست يكون عنده skillful و sensitive pharmacist can turn these negative into plus. شلون نحول السلبي الى ايجابي؟ من خلال building a rapport. يعني الفارماسيست ممكن يسوي فد علاقة او صلة ويا الطبيب before he need to call the physician about the patient drug related problem. يعني انا المفروض انه اكون عندي فد علاقة ويا الطبيب مسلم عليه يعرفه ويعرفني قبل ما اروح ادز للمريض اقول له عندي يابا خلل بالوصفة ولازم نعدل الوصفة سوي كذا او كذا. هذا هو ال building حقيقة رابورت. So meeting with the local physician is a vital step in building rapport. يعني أنا اليوم إجا طبيب جديد بالعمارة ممكن أصعد للطبيب أعرفه بنفسي أقول له أنا الصيدلاني كذا هاي صيدليتي أي شيء تحتاج إحنا زملاء. إذا صار عندي ألفة صلة علاقة هذا هو ال building rapport. Reason for call الأسباب احنا مو قلنا أغلب الأحيان هي drug related problem. هذه drug related problem قد تكون untreated condition. يعني المريض مثلا هو عنده myocardial infarction والطبيب كاتب له أدوية علاج احتشاء عضلة قلبية وهو بنفس الوقت عنده constipation ما كاتب له علاج constipation هذا يعتبر untreated condition. Improper drug selection يعني مرات الطبيب يغلط يكتب في الدواء الانديكيشن مالته مو صحيح ما يحتاج المريض هذا هو الامبروبر دراج سيلكشن. سب ثيرابيتيك دوز يعني الجرعه المعطيه اقل من هو اللي يحتاجها المريض لعلاج الحاله المرضيه اللي عنده. ادفيرس دراج رياكشن يعني المفروض صارف له دواء يعني الطبيب صارف للمريض في الدواء وده يرجع يجدد الوصفه وده يطلع عليه اعراض جانبيه للمريض زين هذا يبقى عليه يستخدم العلاج اللي هو المفروض ندزه للطبيب. يعني دي ياخذ كابوتين صار له اسبوعين وقام يصير عنده قحه قويه شو اسوي له؟ هذا المفروض انه نتصل بالطبيب على هالاساس. الدراج انتراكشن يعني ممكن خلال الوصفه نفسها نشوف انه الطبيب كاتب اكثر من دواء واحد يتداخل ويا الاخر او لا الوصفه ما بها ادويه تتداخل ويا بعضها ولكن هو المريض ياخذ غير ادويه بالبيت تتعارض ويا الادويه اللي مكتوبه بالوصفه. Unnecessary drug therapy يعني مرات يكتب الدواء الطبيب ما بيفد انديكيشن اساسي يعني هو مثلا يقول راح للطبيب قال له عندي تعب ونحول وفتيك كاتب له مقويات ولا هو عنده ديبرشن يعني اذا ما تعالج الديبرشن تروح من عنده الفتيك يعني هل هو الفيتامين راح يعالجه فهذا يعتبر انسيسري دراج ثيرابي. كومبلاينس بروبلم طبعا هذه نقطة جدا مهمة يعني المريض اذا ما مرتاح للدواء مالته ما راح يلتزم به. يعني مرات انت تقول له الدواء يا ابي هذا تاخذه 4 مرات باليوم
هذه المرات المريض ما يقبل، يقول لك انا ما اريد ابو الاربع مرات، انا ما يوالمني. فبهالحالة ممكن other reason for calling a physician include inability to read or interpret a prescription order. طبعا اذا الخط حقيقه كان غير واضح ممكن انه نتصل بالطبيب حتى نوضح الموضوع او الدول اللي يريدها الطبيب، احسن ما نصرف الدواء بشكل خاطئ للمريض. Request to change a drug and suggestion for a therapeutic alternative. يعني دواء مثلا مقطوع من السوق وممكن نسوي suggestion for alternative للطبيب حتى يكتبه للمريض. ممكن في بعض الأحيان to inform the physician about important new product or services in the pharmacy. يعني أروح أقول للطبيب نزل هالدواء الجديد، هذا علاج هالمرض، هذا أفضل من قبله، أو عندي جبت مثلا مسند مال إيد كذا، يعني أي خدمة. أو قمت مثلا تشيك الضغط مال المرضى اللي تكتب لهم العلاج، يعني أي سيرفيس أنت تقدمها بالصيدلة ممكن تنبه الطبيب عنها. Preparation before call. يعني حقيقة احنا هسه سوينا فد علاقة وعرفنا الأسباب اللي هي drug related problem، ولكن شنو هو اللي لازم أسويه قبل ما أتصل بالطبيب؟ حقيقة لازم إنه have the necessary facts ready. يعني recommendation الراشنال، ليش أنت قلت هاي خطأ؟ شنو هو التصحيح ماله؟ تسندت على شنو؟ هذه الفاكت حقيقة هي مو بس drug and disease related information، وإنما هي حقيقة حتى قد تكون هي patient related information، إنه المريض ما عنده فلوس الدواء، ما يقدر يتذكر ياخذ الدواء، يزعجع أربع مرات باليوم، ما يتحمل الأعراض الجانبية ما أخذه سابقا وصار عنده تقيؤ من عنده، وهكذا. إنه هاي ممكن نحطها necessary facts في بالنا قبل ما نتصل ويا الطبيب. طبعا literature citation ready، طبعا لازم عندنا فد دليل المصدر، وهو الدليل مو مثل ما يقول عادل امام الدليل ألولو، وانما الدليل لازم يكون عندنا فد هارد كوبي ريفرنس، فد كتاب، ويفضل كتاب صيدلان زائد كتاب طبي. يعني مثلا اذا ابو باطنية اروح له بكتاب هاريسون او ديفيدسون، واذا مثلا جلدية اروح له بكتاب فيتس باتريك، يعني كل حالة يعني، او مثلا بالجماعة الروماتولوج كتاب برايمر وهكذا. فعندك فد اختصاص معين طبيب الفوقك، شوف شنو كتاب اختصاص اللي يمشي عليه، وزائد الكتب الصيدلانيه اللي هي الفارماكوثيرابي والبي ان اف والابلاي ثيرابيتيك ممكن تستعين بيها حتى يصير عندك دليل صيدلاني من كتاب صيدلاني ودليل من كتاب اخر طبي، اللي هو حقيقه يساعدك. انه اخاف يقول لك الطبيب انا الدليل مالتي الطبي يقول كذا، انت عندك الدليل من جهتين حتى ما يقدر يناقضك ويناقشك الطبيب. Know what you are talking about. هيك لا تضيع وقت الطبيب، الطبيب عنده مراجعين ما يريد يضيع وقته. So you need to identify yourself, the patient involved. أنا جيتك على المريض الفلاني والبروبلم، شنو هي المشكلة اللي كانت بالوصفة اللي أنت جاي عليها، والريكومنديشن تعطي إنه أنا مو بس تقول لي أكو مشكلة، شنو الحل مال المشكلة حسب رأيك. هذا هو الأساس، إنه تحضر نفسك شنو راح تقول للطبيب. طبعا دائما تحتاج الى alternative recommendation ready، واي لانه مرات الطبيب ما يقتنع باول اختيار، ممكن تعطي recommendation الثاني حتى نضمن انه قبول الطبيب بهذا الاختيار. نيجي على ال communication consideration، شلون راح نسولف ويا الطبيب. النقاط الاساسيه ان هي لازم انت تصير focus should be on attacking the problem or issue rather than the physician or personality. يعني انت تهاجم المشكله وليس الطبيب، هذه هي اهم المشاكل اللي يعاني منها الصيدلي، يروح يهاجم الطبيب والطبيب التالي يزعل وبعد ما يدز الوصفه. احنا نريد نعدل المشكله، ما نريد نسوي مشكله اضافيه، نريد نهاجم المشكله الخلل حتى نصلحها، مو نهاجم شخص الطبيب. So keep the focus of the conversation on solving patient problem, not on pointing out that the drug therapy prescribed is inappropriate. طبعا خلينا نشوف اكزامبل بسيط عليها انه شلون هذا الاختلاف. فالطبيب دكتور سميث راح للصيدلي قال له يابا اكو مستر جونز اللي هو المريض كان نوت يوز ذوز تابلت يو بريسكرايب، يقول له يابا ما يقدر ياخذ الحبابي صرفتهم.
ما يقدر ياخذ حبايبي، صرفتهم يعني، انت المشكله بيك، انت صرفت له حبايبي وما يقدر ياخذهم. بينما بالحقيقه السيناريو الثاني يقول له دكتور سميث، مستر جونز هاز ترابل سوالوينج، عنده صعوبه بالبلع، سو اي وود لايك تو ريكومند كذا، شراب، اوبر، تحاميل، ايش. اذا هنا احنا واجهنا المشكله، صعوبه البلع، اذا حبايب ما راح يقدر ياخذها. ما قلنا له انت المشكله بيك، فاذا هنا راح نحاول نحل المشكله. طبعا الكيس الثاني اكيد الطبيب راح يكون مور كوبراتيف، وبالتالي ممكن نحل المشكله. اكزامبل اخر مثلا، rather than saying you should not prescribe ciprofloxacin because Mr. Jones is taking theophylline and two drug interact، انت لازم ما تصرف هالدولين، يتعارض ويا الدول ياخذ المريض. المفروض احنا شو نقول؟ لانه مستر جونز بياخذ ثيوفلين، واني اعرف او اعتقد انه سيبروفلوكساسين يتعارض ويا هالدواء، لذلك افضل انه نستخدم بديله مثلا ميثادرين، كوتريمكسازول، اي شيء اخر. زين، اذا هنا احنا واجهنا المشكله، بياخذ ثيوفلين يتعارض ويا كذا، وبالتالي اصرف كبديل عنه كذا. طبعا احنا قلنا اذا اتاكينج ذا بروبلم، وشفنا شنو الامثله والسيناريوهات اللي عليها. نقطة أخرى، showing interest in the patient not in being right، يعني أنا هدفي أنه المريض، مو أنا بين نفسي صح والطبيب هو الغلطان. هذه النقطة أيضا لازم ننتبه عليها بال good communication when communicating with the physician about the drug related problem. mentally and emotionally prepare for difficult consequence، رتب نفسك، أنت ترى راح تواجه احتمال موقف صعب ويا الطبيب. What you will say if you are meet with a resistant anger or refusal، طبيب ما يقبل، شو راح تسوي؟ تزعل، تصيح عليه، شنو راح تسوي؟ لازم ترتب امورك، نفسيتك قبل ما تواجه الطبيب. ال contingencies طبعا هذه معناها انه the physician refused to change the order، ما قبل يبدل الوصفة، يقول لك حتى لو غلط انا ما اقبل ابدلها. هنا you need simply tell the patient what happened. هنا بهالحالة احنا المفروض احنا ما نفضح الطبيب، to ensure good relationship with the physician. هنا بيجي حالة اذا ده يرفض يصلح الخطأ، نقول يا بل ترى المريض انه الخطأ كذا بالوصفة، وهذا التصحيح ماله، احنا اتصلنا بالطبيب ورفض انه يبدله، وقلنا له انه البديل والعلاج ما تكلم. إذا كان المريض خاصة harmed by inappropriate therapy and the physician refused to change the order، طبعا هذه بهالحالة الأساسية، otherwise ممكن نتغاضى عنها. والمفروض أنه ننبه الطبيب، I cannot in good consistence give the patient this medication because I believe it is harmful to the patient. نقول للطبيب يا ترى أنت حتى لو ما مقتنع، بس أنا ما راح أصرفه لأنه هذا راح يضر بالمريض، وانا اؤكد انه الريكومنديشن مالتي انه كذا كذا دواء، اذا ما تقبل اني راح اكسبلين وات هابن تو ماي بيشنت اند واي اي كان نوت ديسبنس ذا ميديكيشن تو هيم. وي نيد تو انفولف ذا بيشنت، انفولف ذا بيشنت whenever a physician need to contact about a problem with the patient drug therapy, the patient should be involved. However, we have to be careful not to jeopardize the physician-patient relationship. يعني احنا ما نقول للطبيب يعني غلط، وانما اكو فد يحتاج انه نعدل دواء، او فد دواء ممكن نبدله بدواء افضل اليك، فراح نتصل بالطبيب. لازم نقول للمريض، ولكن ما نهدم العلاقة بين الطبيب والمريض، مو نقول انه هذا الطبيب ما يفتهم وبالتالي تخرب العلاقة بينهم. طبعا هذه ممكن سيناريوهات واحد يشوفها، انه يتحدث عن مريض وطبيب صرف له يعني اموكسيسيلين، وامه جت للصيدلية بعد فترة تقول يابا انه انا هذا الدواء ما اشتغل، فالصيدلي رأسا يصعد للطبيب يقول له يابا ترى انت الدواء صرفته للمريض هذا يعني ما اشتغل، انا افضل انه تعطي غير انتيبايتك. فالطبيب يسال يابا هسه انت هذا ايش مدرك ما اشتغل؟ هو امه قالت، طبعا مو كلام صحيح يعني ما بيفيد ريفرنس، قصد درجه حرارته، يقول له لا. فاذا يقول
يا بد عاد صعد انه يذمي اني اكشف عنه. هنا أنا طبعا الصيدلي كان في موقف محرج، ولكن نفس السيناريو اذا الصيدلي يروح للطبيب يقول له يا بد ترى عندنا المريض الفلاني انت يعني صرفت له اموكسيسيلين وكان عنده اوتايتس ميديا واخذ العلاج بصوره صحيحه وصار له اكثر من 5 ايام وماكو استجابه بدليل انه حرارته مرتفعه، فاعتقد هذا حاله هي ريزيستنت للانتيبايوتيك وافضل استخدام الانتيبايوتيك الفلاني. هنا طبعا الطبيب حتى ان رفض ما قبل برايك ممكن تعطي غير الترناتيف، واكيد راح يقبل لانه انت مسوي كل الامور مشيك الحاله وشفت ماكو ريسبونس وتعطي دليل علمي على الموقف. طبعا هذا الجانب الاول. احنا بالوصفه احنا مثل ما قلنا انه خطا نتصل بالطبيب، بس الجزء الاساسي اللي هو الكونسلنج ويا البيشنت نحتاج الى ايضا كوميونيكيشن ويا البيشنت، يعني من تجينا الوصفه من نعطي الدواء شلون راح نفهم المريض على استخدام الدواء مالته. بالنسبه للبيشنت كونسلنج حقيقه از نوت اونلي بروفايد ذا انفورميشن، يعني انا مو بس احكي للمريض، انا اريد المريض اندرستاند اند ريمبر، يفتهم يتذكر اند ذين ابلاي يطبق استخدام الدواء بالطريقه الصحيحه. صح you are a pharmacist, you are expert in medication, but who is expert in his lifestyle? The patient himself. يعني أنت ما تعرف طبيعة حياة المريض، لازم أنه تسوي communication وياه حتى تعرف طبيعة حياته حتى تنظم الدواء حسب ما يوالي من المريض وتضمن يصير عنده adherence و effective therapy and safe therapy. طبعا نقاط أساسية لازم ننتبه عليها بال patient counseling. First of all, introduce yourself. يعني احنا ندري الصيدليه ممكن اكو صيدلي، ممكن اكو معاون صيدلي، ممكن اكو يعني شخص منظف بالصيدليه، من هو الافضل انه الصيدلي يلبس صدريه ومكتوب عليها اسمه والصيدلاني كذا، واذا كان ما موجود صدريه ممكن نقول له مريض انا الصيدلاني كذا راح اشرح لك عن الادويه مالتك بالوصفه. فاذا هذه هي النقطه الاساسيه. Identify to whom you are speaking. يعني المفروض انه نعرف انا ويا من دا احكي، هذه الوصفه الك يابا؟ لا جيراني الابويا الاخويا العمي، فلازم حتى انه نعرف شلون نوصل المعلومه. طبعا اذا كان المريض هو افضل لانه راح يسمع المعلومه لانه هو يريد يطيب، مما اذا شخص اخر ممكن توصل المعلومه بطريقه اضعف. على العموم ask if the patient has time to discuss the medicine. يعني ده المريض مستعجل وحاط سيارته بنص الشارع وانت تحكي له عن الدواء، زين هذا راح يركز وياك؟ ما راح يركز. فبهيج حاله اذا قال لك ما عندي وقت تحكي له نقطه نقطتين الخطره كلش الاساسيه وتقول له ارجع لي باكر من يصير لك مجال حتى اشرح لك بالتفاصيل عن استخدام الادويه مالتك. فهذه حتى نضمن انه يفتهمها، مو قلنا understand and remember. Explain the purpose of the counseling session. يابا انا راح اشرح لك طريقة استخدام البخاخ لانه هواية ناس تستخدم بطريقة غير صحيحة وما يستفادون من عنده، ليش دا اشرح لك؟ لانه عندي سبب حتى اخلي المريض ينشد بالكلام اللي احكي حتى يسمعه ويركز وياي. Ask the patient what the physician told him about the drug and what condition it is treating. يعني هنا أنا حتى لا يصير إعادة للكلام، يعني هو قال لي حبا انه هذا الدواء اخذه بعد الاكل، بعد شكو انا اقول له تاخذه بعد الاكل، وقال هالمعلومة بعد عرفها المريض، ما احتاج اعيد واضيع وقتي ووقت المريض. في بعض الاحيان what condition it is treating، يعني مثلا يعني ممكن يشوف سبيرونولاكتون يستخدموه جماعة المشاكل الكبد، ومرات يستخدموه شغلات الهيرسوتزم الشعر اللي يطلع بالوجه، فاذا الاستخدامات قد تكون اكثر من وحدة. وهكذا كثير من الأدوية حقيقة. فإذا هنا أنا لازم أعرف إنه اللي ويش صارفة الطبيب حتى أعرف شلون أتوجه بالكلام للمريض مالتي. ممكن نشوف مثلا سايكلوفوسفامايد نشوفه بشغلات الروماتولوجي ونشوفه بالكانسر وهكذا. فإذا يعني مو كل حالة مو كل دواء شوف السايكلوفوسفامايد أقول له عندك سرطان، لا يعني وإنما أتأكد شنو الحالة اللي مصروفة بي. وممكن يساعدنا الاختصاص مال الطبيب، يساعدنا نعرف الاتجاه مال الانديكيشن مال الدواء المصروف. Listen carefully and respond with appropriate empathy. يعني راح يحكي لنا المريض لازم ننتبه عليه، مو بس نسمع بدالنا وانما نسمع بقلبنا، هذا هو الامباثي، شنو المشاكل اللي عنده حتى نحاول نحلها ونساعد المريض بها. Tell the patient the name. طبعا كلش مهم اذكر اسم الدواء.
لانه هاي نعاني من عندها بصيدلياتنا، يجينا للصيدليه ما اعرف اسم الدواء، والله اعطيني حبايه مدوره، حبايه خضراء، حبايه مرسوم الباكيت قلب، مرسوم هاي لازم راسها. فهذا السبب من هو، لانه احنا ما شرحنا له شلون وشون يعني الاسم ما الدواء وشون يلفظه بالطريقه الصحيحه. يعني هسه كلكم قولوا وياي كونترا كيتيوبكس، طبعا هاي عصاره، يعني ممكن حتى صيدلي اسمه بالقوه يلفظه، فهذا ما بالك المريض شلون راح يلفظ الاسم. الانديكيشن الاستخدام، شنو الهدف من الاستخدام؟ طبعا اذا ما ذاكر الطبيب ممكن احنا ننبه المريض على الاستخدام، شنو الهدف من استخدام هذا الدواء. طبعا رات اوف ادمنستريشن جدا مهم، يعني حتى الابر ممكن تكون تحت الجلد، ممكن بالعضله، ممكن بالوريد، يعني الحبايه ممكن تحت اللسان، ممكن بلع، وهكذا. اذا الرات اوف ادمنستريشن جدا مهم انه يذكر للمريض. inform the patient of the dosage regimen، ايش كم مره باليوم، هذه نقطه ايضا جدا مهمه لازم ان تذكر للمريض. tailor the medication regimen to the patient daily routine، يعني ما معقوله هو جايني وعنده انتبايتك، يعني مثلا نفرض انه مرتين باليوم وهو صايم رمضان، وجاني مثلا الساعه 4 العصر وقلت له هسه ابلع الحبايه، يعني افطر على مود ياخذ الدوامات ما ترها. واذا يعني تواقيت مهمه نرتبها حسب الديلي روتين مال البيشنت وحسب الوضعيه مال المريض مالتنا، خاصه مثلا بالانتبايتك لثلاث مرات حتى وان كان طفل او مو صايم او كذا. زين يعني اذا قلت له مثلا ياخذها نفرض بثمانية بالليل الجاي، ويقول له اخذها هسه حتى يشتغل الدور بسرعه، الثاني شو وقت ياخذها؟ بالاربعه الفجر، يعني تقعد الطفل من النوم بالاربعه الفجر ترهم ويرجع بالستة يقوم يروح للمدرسة، شو راح يقوم؟ راح يقوم دايخ. فإذا should be arranged according to patient daily routine. Tell the patient how long it will take for the drug to show an effect. نقطة جدا مهمة، تقول للمريض أخذ هذا الدواء وراح يفيدك، شو وقت راح يشتغل؟ راح ياخذه يوم يومين ثلاثة ما اشتغل، يقول هذا الدواء ما اشتغل، مو أصلي ما يفيدني، غلط الطبيب الصيدلي، بينما قد يكون بعض الأدوية تحتاج إلى أسابيع أو حتى أشهر، مثلا أزاثيوبرين لما يبين المفعول مال الدواء، مو مثل باراستول تاخذه ورا نص ساعه ساعه ممكن يروح الصداع من عندك. فهذه نقطه ايضا جدا مهمه يجب ان تذكر للمريض. Tell the patient how long he she might be taking the medication، ايش قد يستمر على العلاج؟ الباكيت خلصه ويروح بيتهم لو يبقى مستمر على العلاج؟ عاده ادويه السكر والضغط مزمنه، ولكن المسكنات عند الحاجه فتره قصيره، فهذا ايضا يجب ان ننبه المريض عنها. emphasize the benefits of the medication، يعني شنو الفائده مالته؟ زين هذا انت قلت للضغط وش يسوي بالضغط؟ او للدهون وبالتالي شنو يعني اذا نزلت الدهون شو يصير عند المريض مثلا؟ تقل اصابه امراض القلب؟ هذه نقاط يجب ان تذكر الى المريض ايضا. discuss major side effects of the drug، طبعا كل دواء بيليفلت نشوف 40 50 سايد افكت، ما معقوله كلها اذكرها للمريض، وانما الميجر الخطره الاكثر شيء تصير ممكن اذكرها للمريض وانبهه عليها، وشلون يتلافى هالسايد افكت اذا ظهرت، شو وقت يرجع لي او يروح للطبيب حتى نضمن ما يصير عنده فد سيريس بروبلم. يوز ريتن انفورميشن تو سبورت كونسلنج وين ابروبريت، ناشر على الباقيات، نكتب له بورقه للمريض حتى خاف الحكي نساه ممكن يقرا ويتذكر اللي قلنا فيه. طبعا ديسكاس بريكوشن اكتيفيتيز تو افويد بينيفيشال اكتيفيتيز، يعني هذه تفيد المرض او اللي تتعارض ويا الدواء، هذا ممكن ايضا انه نحكيها، مثلا اللي ياخذ الدوكسيساكين او اللي الاندرونيات الفوساماكس لازم يبقى قاعد ما يتمدد من يبدع الحباية حتى لا يسوي لنا ايزوفيجال اريتيشن، يعني اذا اكتيفيتي تو افويد ما يتمدد ما يتسطع. فاذا هذه النقاط يجب ان تذكر. ديسكاس دراج 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 فود دراج ديزيز انتراكشن، يابا هذا الدواء يتعارض ويا الدواء الفلاني، يتعارض ويا الجريب فروت مثلا الستاتين، يعني هذه النقاط يجب ان تذكر، وكل دواء حسب المواصفات مالته. discuss the storage recommendation، انسولين مثلا وين احطه، بالثلاجه لو برا الثلاجه؟ انشلر انستركشن شيك ويل، يعني مثلا السسبنشن الانتيبايوتيك مال طفل لازم شيك ويل، زين احطه بالثلاجه ايش قد يبقى صالح للاستخدام مثلا؟
10 أيام أسبوعين، برا 3 أشهر، 5 أيام أسبوع. يجب أيضا أن تذكر للمريض. Explain to the patient in a precise term what to do if he she miss a dose. يعني مثلا سالفة الكونتراسبتيف، إذا مس a dose شو يسوي، أو مثلا إنسولين نسيت جرعة شو يسوي. هذا يجب أيضا أن تذكر للمريض. Check for further understanding by asking the patient to repeat back additional information. اللي هو الفيدباك. الفيدباك يعني مو أقول يعني المريض يحكي إذا أشوف إيش قد افتهمت من عندي، وإنما أقول له عيد الحكيته إذا أشوف أخاف شيء نسيت أقول لك إياه، حتى أضمن المريض ما يتحسس من الكلام. أو راويني شلون تستخدم الدواء إذا أشوف أخاف شيء نسيت أقول لك إياه. هنا مو بس راح أعيد لك الحكي، وإنما حتى الانستركشن مثلا طريقة استخدام الإنسولين حتى تضمن إنه يتعلمها المريض. طبعا ما ننسى انه الابروبريت لانجويج ثرو اوت ذا كونسلنج سيشن، بدون استخدام كلمات والمصطلحات الانجليزيه التي ما يفهمها المريض. مثلا نقول له حتى وان كان مرات مصطلح باللغه العربيه، معده فارغه. زي المعده فارغه ايش قد يعني؟ يعني ياخذ الحبايه وراها راسا الخاشوقه بيده وياكل اللقمه، هي نزلت بمعده فارغه، وانما نقول له ساعه قبل الاكل. فاذا اي مصطلح قد يكون حتى وان كان عربي او انجليزي، كلمات انجليزي يجب ان ما تذكر للمريض، انه ما راح يفهمها وبالتالي ما راح يطبق. organize the information appropriate manner، يعني النقاط المهمه بالبدايه وبالاخير وتنعاد بالاخير ممكن. الوسط دائما هو النقاط الاقل اهميه لانه تركيز المريض راح يكون بها اقل. والنقطه الاخيره المهمه الفولو اب تو ديترماين هاو ذا بيشنت از دوينج، يا برجع لي في الاسبوع حتى نشوف وضعيتك شلون، يعني من يرجع لي يا براوين شلون استخدم الدواء، اشوف اذا اكو فد خطا حاول اصلحه، ظهرت فد سايد افكت ارجع على الطبيب. هذه النقاط الاساسيه حقيقه في مختبرنا لهذا الكورس، وان شاء الله ايضا راح المختبر القادم راح نشرح لكم طريقه استخدام الكتب اللي راح نعتمد عليها اثناء هذا الكورس، اللي هي كتاب BNF وكتاب إيراكي دراج جايد. طريقة استخدامهم راح نحاول نشرحها، فرجاء الجميع يحاول ينزل نسخة مال PDF من كتاب BNF وإيراكي دراج جايد، أعتقد هو أنتم ماخذيه من خلال التدريب الصيفي، فحتى نتعلم على هالكتب وشون طريقة استخدامها اللي تفيدنا إن شاء الله بهالكورس وأيضا في المستقبل في الصيدلية. وأتمنى لكم التوفيق. شكراً.